مرحبا جماعة، فيديو اليوم رح يكون عبارة عن تجهيزات عيد الأضحى، فيلا نبلش. عشان اعمل معاكم لوك ميك اب العيد، رح اعمل هيك ميك اب مختلف شوي عن اللوكات اللي عملت معاكم قبل، يعني بالاعياد اللي فاتوا هيك، لانه انا ما بعمل معاكم ميك اب غير الاعياد. فيا اول اشي رح نحط هو المويسترايزنج كريم او الكريم المرطب. انا بحط هذا من كريم بزيت الورد، تمام؟ كثير حلو، لونه بينك، بحطه هيك ندفن ندفن ندفن. بعدين رح احط هذا الكونسيلر، بالله عليكم تشوفوا المنتج، لانه هذا المنتج كان عندي قبل الاحداث اللي عم بتصير، يعني ما شاء الله طول معاي، فما تشتروه لانه هذا مقاطعه، بس انه جيب كونسيلر يعني مش مقاطعه. هيك بحط هون، تمام، وهون وهون وهون. طبعا كمان بحط انا هون لانه بحس هاي المنطقه بتكون شوي غامقه، و كمان ممكن احط هون لانه مشان يضل اكتر الكونسيلر، وبحط هون لانه في شوية حبات، يعني حبات صغيرة ما بحبه. زمان كنت بعمل بلندن بهاي الفرشاة، هلقيتها طورت وصرت اعمل بلندن بهاي الاسفنجة، صراحة كتير حبيتها، هيك كتير رطبة، وكمان انه بتعمل بلندن كتير منيح، وبحسها انه بترطب البشرة اكتر من الفرشة العادية. خلصت البلندن، هلا راح ابلش بميك اب العيون. عاده انا ببلش بميك اب العيون، اول اشي راح ابلش بالاي شادو. راح استخدم هاي الباليت لانها اكثر باليت بحبها، وكمان انها كلها بينك. طبعا راح استخدم هاي الفرشاه الخاصه بالاي شادو، ادمج بين هذا اللون وهذا اللون، تمام، انه حساه قريب من اللوك اللي انا بدي اياه. وراح نبلش، انا بعمل هيك لعيني، تمام، وببلش احط. طبعا رح اعمل نفس الشيء بالعين الثانيه، رح احط من هذا اللون، طبعا لازم يكون زهري مشان يلبق مع اللوك، ورح اجي لهذا المكان هون واحط هيك، امد من هون لهون. بعدين رح اخذ هاي الباليت تبع اني ليدي، من احلى الباليتات، ورح اخذ اللون الزهري الغامق شوي، هذا اللون، مشان اعمل خط صغير يعني زي شبه ايلاينر. هلا رح احاول احط ايلاينر. اكبر تحدي قدامي بالميك اب كلياته هو الايلاينر، اكثر اشي بحبه بالشكل واكثر اشي بكرهه باني اعمله. رح اعمله لحالي لانه ما بعرف، يعني ما رح اقدر اركز احكي معاكم، ايلاينر لازم تركيز، يعني هيك دقه. 2000 years later. حاولت، صار لي 10 دقايق بحاول اعمل ايلاينر، ما بعرف، صار لي مليون ساعة بشوف اذا هذا ايلاينر، اذا هذا ايلاينر ولا فرعون، ما بعرف. بس انتو بالكومنتس بليز احكوا لي اذا هذا عن جد ايلاينر ولا مش ايلاينر، ما بعرف، يعني ما قدرت اقرر. من الصبح وانا بشوف المراية مرات بقول واو والله صرتي تعرفي هناء ترسم الايلاينر، مرات بقول شو هاد، يعني ايش هاد. بس يلا عالي بنعمل سكيب للايلاينر. استخدم هاد الماسكارا من ايسنس، ايسنس مش مقاطعة فكرة، يعني بدي اعمل معكم اشي انه رح اجرب عين باستخدام هذا المنتج اللي هيك بيساعد على انكم ترسموا الماسكارا، ورح اجرب عين التانية بطريقتي انا في الماسكارا، فيلا نبلش. سو اول اشي بتحطه منيح هيك وبتبلش تمد، والله ظابط منيح صراحة. هلا رح استخدم معاكم طريقتي انا بالمسكرة، ما بعرف ايها انجح، بس بحس هاي
شوفوا طريقتي. اول اشي باجي هون العين وبعمل سحبة، شايفين؟ وبعمل هيك، تمام؟ فنن صراحة، بس كتير بيطبع. لقيتها لازم انطر مليون ساعة لحتى ينشف. اذا رح تسألوني عن اي طريقة احسن، صراحة اكتشفت انه هاي احسن من طريقتي. ليش؟ لانه هاي ما بتطبع، طريقتي بتطبع، هي بتطبع ونفس النتيجة، حرفيا نفس النتيجة، نفس الفوليوم، نفس كل شيء. اذا لقيتوا هاي بمكان اشتروه، اذا ما لقيتوها موجودة بشي ان اشتروه كمان. نيكست رح احط هاد الليكويد بلاش اللي من جديد جبته، بيشبه تبع الليكويد بلاش تبع شي كلام، بس هذا مو من شي كلام، هذا من ماركة اسمها موكاليو، يعني ماركة مش معروفة. سو بحط نقطة هيك ونقطة هيك، كمان نقطة ونقطة، نقطة تانية يعني، وكمان بحط شوي هون وشوي بالدقن وكمان هون بالأنف. صار لي زمان مش عاملة هاي الحركة تبع احط البلاش بالأنف، لانه كانت ترند ب 2021 وما صرتش بحب كتير صراحة، مش لانه انا مش متابع، انا مش بتابع ترند يعني، بس انه يعني كنت خلص مليتها، بس حاليا رجعت لها يعني بهذا الفيديو. سو رح اعمل حركتي المعتادة. You know I love you and I know you love me. والله البلاش بيعطي اشراق للوش مش طبيعية. اخر اشي اتمنى ما اكون نسيت اشي، اخر اشي هو الليب كلوس. حرفيا جبت كل الليب كلوس اللي عندي، عندي كمان بس مش كتير بحبهم، مشان اختار واحد وعارفة ايش رح اختار. صراحة متحيرة بين هاد، بين هذا اللون وبين هذا اللون، انه هذا اورنج وهذا بينك، بحس هذا رح يلبق اكتر، ما بعرف، بس هذا شوي خربان يعني. لا خلص رح احط من هذا لانه شوي خربان. طبعا كيكو، فرحت انه كيكو مش مقاطعه عن جد. وبس، وهيك بكون خلصت الميك اب. ما بعرف اذا حبيته ولا لا، بس اي ثينك هذا الميك اب اللي رح احط بالعيد، مش متاكده كتير، بس انا شاركت معكم ميك اب اذا انتم كنتوا حابين تعملوا زيه. واذا بده يكون خفيف طبعا ما تحطوا الايلاينر وما تحطوا كتير ماسكارا. قيمولي تحت الميك اب من 10، صراحة انا بقيمه 8.5 من 10، يعني جود ظابط. فيلا خلونا نمر الاشي اللي بعده. على فكرة هاي المرة ما جبت انا لبسة العيد، بس جبت شغلات من دولابي اخترتهم وحاولت انسقهم، وهلا رح اقيسهم معاكم. يعني مش ضروري اصلا نجيب لبسة العيد، المهم نلبس اشي هيك مرتب او اشي نحن بنحبه، او نجرب اشي جديد، او نشتري اللي بدكم اياه. يلا خليني افرجيكم اللوك الاول. اللوك الاول عبارة عن هاد الليدر جاكيت او جاكيت الجلد الازرق مثل ما عم بتشوفوا، معاه لبقت هاي التنورة الزرقاء، كتير حلوة بتجنن. شوفوا شكلها هيك بتيجي، طبعا طويلة كتير لانه انا محجبة. وخلوني اقيس لكم اللوك، فما فيني اعمل كتير ترانزيشنز مثل فيديو تنسيقات العيد لانه كتير بيعذب، بس رح اعمل معاكم 1 2 3. عبارة عن هذا الجاكيت الليدر، كمان ما عمريش لبسته اي ثينك معاكم بالقناة، كمان يعني انا ما بتذكر حالي انه لبسته شي مرة، لبسته قبل سنتين، انا جبته قبل سنتين لبسته مرة واحدة، بس بعد هاي المرة ما بظن انه انا لبسته. هو كتير حلو بس ما بعرف ليش ما كنت بلبسه، بس صراحة كتير حلو. والاشي اللي كان يعني انه انا محجبة فما بيزبط كتير مع الحجاب، بس هلا لقيت طريقة كتير حلوة انه البس هذا الجاكيت القصير. شوفوا راح البس معاها هذا الجيرسي الاسود سيمبل، يعني عادي تيشيرت عادي اسود، معاهم التنورة السوداء كتير حلوة من جديد جبتها، هيك فلافي وهيك جيرلي. فيلا خليني اجرب هذا اللوك معاكم، يلا 1 2 3.
المهم يا جماعة احكوا لي اذا حبيتوا هذا اللوك، صراحة كتير حبيته. شايفين يعني والله انا عندي بس من دولابي اخذتهم وبيجننوا، يعني طالعين لبسة كأنه جديد. حاسة حالي لبسة اشي جديد، حاسة حالي اول مرة البس هيك ستايل، يعني اصلا اول مرة البس هيك ستايل. بس عن جد يعني ما اشتريتهم يعني من جديد او اشي، كانوا عندي من زمان بس هلأ صرت اعرف البسهم. يعني ما ترموا، في كتير شغلات ما بنكون نعرف ننبئها، في كتير شغلات بتطلعوا ترند، فما ترموا الاواعي اللي انتم يعني بتشوفوا انه تكونوا اشي اشتريتوه وندمتوا عليه. ما تخافوا بعدين رح يصير ترند وتستخدموه. يا جماعة عندي لكم طلب، بليز 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 انه تروحوا تحت، اي حدا شوف هذا الفيديو روح تحت بالكومنتس احكوا لي اذا البس اللوك الاول ولا اللوك الثاني، لانه كثير متحيره صراحه. الاثنين حبيتهم بس ما راح اكذب واحكي لكم انه قلبي مايل اكثر لهذا اللوك. يعني بدي اعمل معاكم بتجهيزات العيد هو انه راح افرجيكم كيف تعملوا لفه حجاب وحده، لانه هاي اللفه انا كمان اول مره اعملها صراحه، بفكر اعملها بالعيد فلهيك حبيت اشاركها معاكم. هي بتبين انها كتير صعبه بس هي مش كتير صعبه لهي الدرجه اللي انتم بتتخيلوا. انت تيجوا هنا بتاخذوا شوي هيك من جوا، ما بعرف اذا مبين ولا لا، بس انه من جوا هيك شوي تشبكوها هيك بهذا الشكل، ما بعرف اذا بتشوفوا منيح. هتجيبوا هذا الطرف تمام وترجعوه لورا، حاولوا انكم هيك تضغطوا كتير عليه. طبعا فيكم يا اما تسيبوها زي هيك يا اما تعملوا اللفه اللي انا بدي اعملها حرفيا كتير حلوه، واللي هي انكم ترجعوا هذا لورا وبتحاولوا شوي تزبطوا الحلق. ما بعرف انا صراحه مش كتير منيح مزبطه الحلق، بس انتم حاولوا تزبطوه. صراحه حتى بفكر اشيله لانه ما عرفتش اضبطه، لازم لي حلق صغير.